السلام عليكم، مرحبا بالمشاهدين لولو يامي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم العصير الرائع، العصير اللي زوين بزاف وسهل في التحضير ولذيذ. المهم العصير صحي، عواش نكون مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله رمضان كريم. هذا العصير دابا ديال هذا الوقت، هانتوما كتشوفوا العصير ديالي جا رائع وكتشوفوا فيه جا خاطر وزوين بزاف. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم ما تنسونيش بالمشاهده. جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. العصير ديالنا رائع، دابا خرجته من الثلاجه وبارد وزوين ورائع. يلا نبداو نشوفوا المقادير على بركه الله. العصير ديالنا سهل بزاف. بسم الله على بركه الله. عندي هنا التفاح، واحد نص كيلو ديال التفاح اللي عندي. المهم تفاح احمر ولا اخضر ولا اصفر اللي موجود عندكم. انا هذا العصير كنجربه بالتفاح اللي موجود عندي، كيجي رائع وسهل في التحضير. غادي نقطعوا التفاح ديالنا بحال هذه الطريقه. المهم طريقه سهله، نقيو التفاح ديالنا، نحيدوا ليه القشره. المهم وغادي نزيدوا على التفاح ديالنا. بعد ما نقيت التفاح ديالي غادي نزيد واحد نص حامضه، نص حامضه كنحيد ليها العظومه باش ما يجيناش العصير ديالنا حار. المهم حيت هذا العصير غادي نطحنوه، نحيدوا العظومه ديال الحامض وغادي نزيدوا على التفاح ديالنا باش ما يكحلش لينا. المهم بعد ما نقيت الحامض حيدت ليها هذوك العظومه ودرتو على التفاح ديالي باش ما يكحلش. وغادي نزيد واحد نص ليمونه البرتقال اللي كتزيد واحد اللذه في العصير ديالنا. هذا العصير البنات كيبقى مده طويله في الثلاجه. المهم غير ما ديروش العظومه حيت غادي نطحنوهم، غنطحنوا العصير ديالنا. المهم غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزبيب. هذا العصير راه صحي، صحه البنات وزوين الوليدات وحتى الكبار. غنزيد واحد معلقه ديال السكر سنيده، درت معلقه صغيره، اللي ما بغاش سكر ما يديروش. المهم السكر كيبقى حسب الذوق. صافي دابا غادي نزيد على التفاح ديالي اطرو ديال الماء. انا غادي ندير جوج اطرونس ديال العصير، ممكن تزيدوا لان جاني انا خاطر وجا رائع. غادي نزيد نديرو الكاسرونه ديالي. بعد ما درت اطرو ديال الماء غندير هادو البنات هاد القشور ما نلوحوهمش حتى هما، غادي نحضروا بهم العصير، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. راه القشور ديال التفاح مفيدين بزاف، ما تلوحوهمش، ديروهم في الكونجيلاتور. بعد ما درت الطنجره ديالي الكاسرونه ديالي فوق النار، ها هو 5 دقائق كيوجد. غادي نزولوا هذيك القشره ديال الليمون البرتقال ونزول القشره ديال الحامض، الليمون الحامض غنزول القشره ما نديروهاش. المهم العصير ديالنا راه كيبقى لينا في الثلاجه ومفيد للصحه. نتمنى يعجبكم وتجربوه وجاوبوني عليه. دابا غادي نزيد على التفاح ديالي واحد اطرو ونص ديال الماء، يعني هاد القياس خرج ليا جوج اطرو ونص ديال العصير الرائع وصحي ولذيذ بزاف. المهم غادي نطحن العصير ديالي دابا في الخلاط. صافي دابا غادي نصفي العصير، ها هو صفيته، صفيته انا حيت الوليدات ما بغاوش ديك القشور اللي كيبقاو في الزبيب. اما هو الزبيب هو العنب المجفف اللي ما كيعرفوش، ولكن هاد القشره واخا كتخليوها ماشي مشكل، انا صفيتها حيت ما بغاوهاش الوليدات. المهم طريقه سهله. ها العصير ديالي بعد ما خرجته من الثلاجه رائع وزوين ولذيذ. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله رمضان كريم، ربي يحفظكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. ما تنساونيش بالمشاهده، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم، مع السلامه. الى الفيديو المقبل ان شاء الله القاكم على خير. هانتوما كتشوفوا العصير قدامكم الرائع، العصير زوين بزاف. اللي عندها شي عصير تحطوا لينا، انا من عشاق العصير، وبالصحه والراحه.